هو بيقول طبعا انا سعيد لعبتي والاداء كان كويس وكنا كنا اقرب كان ممكن نكسب الثلاث نقاط كنا قريبين ان احنا نكسب الثلاث نقاط على المباراه بنلعب مع فرقه كبيره من اكبر فرق افريقيا النادي الاهلي احنا ضاع مننا اول ربع ساعه ما كناش مركزين اول ربع ساعه في الشوط الثاني وده الاهلي اتعادل فيها وعمل لعب كوره كويسه علينا بعد كده رجعنا لحقنا وظبطنا تكتيكنا ولعبنا كويس لكن في الاخر كان طبعا كان ناخد ثلاث نقاط بس احنا اتعادلنا ضد فرقه كبيره زي النادي الاهلي فانا بهني لعيبتي على اللعب. Okay, now I'll get to the reaction from Coach Bernard. Yes, it was a hard game. We didn't play well the first half. The second half was better, but at the end we are disappointed because our target was to win 3 points here, and we have to accept the result. It was a draw at the end, and I think it was deserved for both teams. بيقول طبعا انا مش سعيد بالاداء بتاع النهارده خصوصا الشوط الاولاني ما كناش كويسين الشوط الثاني يعني رجعنا شويه الكره بتاعتنا ادائنا ما كانش هو بتاع اداء الماتشات اللي فاتت طبعا احنا جايين هنا عشان نكسب الثلاث نقاط لكن للاسف في الاخر احنا تعادلنا واكتسبنا نقاط الماتش وهو شايف ان النتيجه عادلين. Okay, I'll take the question first from the home media. The media first. You raise your hand and for yourself as Altuz Law and then Egypt. David Silva, Classic 260 Radio. The captain did coach vision. Do you think maybe he gave a bit of too much respect to this team? Because later on you see that it was a team agreement that you were actually one of according to what you just said. So I think we gave it all, especially in the first half. You could see how the opponents were pushing until we got that goal. And there's some chances even in the second half, which I think we should, I mean, I think the generation is good to have won this game. اهو السؤال اصلا بيقول لك محتاج ماتشات اكتر عشان تعدل الفرق عشان الماتش زي ده الاعداد شكله ايه؟ قال له انا شايف الاعداد كان كويس واحنا عملنا ماتش كويس احنا الشوط الاولاني كنا كويسين احرزنا وضيعنا اكتر من فرصه وزي ما قال قبل كده الشوط الاولاني اول ربع ساعه يعني اختلف الموازين بالنسبه له شويه بس رجع كويس وهو راضي عن اداء لعبته يعني. Le fait, la blessure de Dieng, est-ce que ces changements ont influencé sur le résultat, sur la performance, surtout avec les circonstances du match qui sont très difficiles? Est-ce que la blessure de Malik et de Dieng a joué un rôle dans le... It was not an advantage, hein, because we wanted to start it different, but that's football. Hein, we have to accept it. We have other players, but at the end, that's not an excuse that we had a bad first half. And yeah, but it wasn't not that what we wanted to have when we started the game. هو السؤال كان بيقول إصابة وليد سليمان قبل المباراة وتغييره بأفشة وإصابة ديانج في آخر المباراة، يا ترى اللي كان ليه دور في تغيير مسار اللعب كان في شكل المباراة وكانت ظروف يعني عكسية علينا، فهو بيقول طبعًا حاجة زي كده الواحد ماهيش أدفانتج ماهيش يعني ميزة إن حصل حاجة زي كده، بس ده ما بدورش على أعذار يعني مش ده العذر، النهاردة لعبنا الشوط الأولاني كان وحش جدًا وكان أدائنا مش هو ده الأداء اللي كان نعمله كل مرة. There are a lot of reasons, huh? Because there are other circumstances here, and yeah, at the end, I can only repeat what I told you before. We didn't play a good first half, and it was maybe the reason why we don't deserve to win that game. هو بيسأله بيقوله انت لعبت مع بلاتينيوم في مصر من حوالي اسبوعين وكسبت 2-0 ايه المشكله اللي حصلت عشان ما عرفتش تحقق الفوز في الماتش الثاني؟ فقال طبعا في اسباب كتيره طبعا هنا ظروف مختلفه عن ظروف اللعب في مصر يعني هنا بنلعب بره بلدنا وزي ما قلت قبل كده ان الشوط الاولاني ما لعبناش لعب كويس وبالتالي الشوط الثاني اتعادلنا واحنا ما كناش نستاهل ان احنا نفوز بالاداء بتاعنا في الشوط الاولاني. Egyptian media. Excuse
cette accumulation de matchs a affecté la performance d'aujourd'hui. Comment faire une préparation pour le match de tentation?